السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. طالع الحين إلى جينج مان، وإن شاء الله أعطيكم جميع التفاصيل بإذن الله. وصلنا إلى محطة جينج مان. طبعا جينج مان شوي منطقة أو مدينة صغيرة، أتوقع هذه مزارع رز أو ما أدري وش والله بالضبط، بس هي سادس محطة ما تطلع من الواتو. وصلنا لمصنعنا، قاعدين نشيك على بعض المكاين قبل ما يطلعونه للمختبر عشان نطلع عليه شهادة تسعاته. طيب خلونا على السيستم شوي، نبي نحول شوي لتنظيف الماكينة. أبو أوريكم شلون طريقة تنظيف الماكينة، هي سهلة، أنا وريتكم إياها المرة الماضية بس للشباب أو الإخوان المضافين الجدد. أوكي، عندكم هذا اللي يشلعه هو القفل. ها؟ أجين. اوكي ريموف، هذا القفل بس يقفل المنطقه هذه زي المفتاح. هذه كل 7 ايام تقريبا 5 ايام تفكون القطعه هذه، تنظفونها تنظيف عادي، يعني تحطون عندك مسطل اي شيء تنظيف عادي يدوي، ما ياخذ معكم كله على بعضه ابو 3 دقائق بالكثير. اوكي، وبعدين تشحمونه بهذا زي الشحم، وهو تيجي مع كل مكينة نفس الدهن هذا والشحم اللي يسمونه الزبدة حق معدات الأطعمة. هذا ضروري عشان عمل المكينة ما تهنق. هذه أول خطوة سهلة حيل. اوكي فهمتوا، يقول ركب الربل زين. بعدين نرجع نركب القطع من جديد. اي صح، هذه نسيت اقول لكم بعد فكوها، ضيعت تنظيف المره الاخيره يوم ما اسويها، ضيع التنظيف شلون. اوكي مايكو بالتفصيل الممل، درس حق صيانة مكاين البيع الذاتية الايس كريم. اوكي، كل القطع هذه تفكونها وتنظفونها. You cannot change on this way. This is the button. اوكي. No. طيب يقول لا تشقلبه، تعكسه، حطها هاللون. اهم شيء احفظ الفيديو هذا عندكم. حلو. المهم كل القطع اللي موجودة فككوها عن بعض، وعرفوا شلون طريقة فكها وتركيبها. يمكن أول مرة، يمكن إلى 5 مرة تقريبا راح تحسون فيه شوي صعوبة، بس هي سهلة. أنا آخر مرة جربتها سويت تنظيف كانت حيل سهلة. اوكي you need here. طيب حلو، here you need to lock change here and then he can lock.
You cannot take it out. You must be cannot take it out because the when he have air, he have a pressure, he will flow up. Okay. طيب لازم تفرون يقول كذا بغيت تفكه. إذا هي تعلق معك كم بس فرة تطلع معك. This one you must be keep the glass in here. Sometime when you clean, you need to care for this one. Sometime he will lost this one. حلو. شحمه يا سنتي او طبعا سنتي قفل بس ريتيرن حلو مظبوط هي الدعوه سهله بس هم تحسهم سوالفهم يصعبون السالفه عليك الحين كم خذينا احنا صارنا كم 3 دقائق او 4 دقائق تقريبا فكهن وشحمهن كذا خلصنا من تنظيف الماكينه كل كذا 5-6-7 ايام تسوي نفس الحركة هاي تعيدها مرة ثانية. طيب يا شباب اللي يحسون ان الماكينة هذه صعبة شفتوا القطعة هذه هذه اهم قطعة بالماكينة هذه المكثف حقة الايس كريم يعني في مكاين ثانية ما يجيبها القطعة هذه بس اللي هو المبرد وهذه اللي هي تتحرك تفر الايس كريم ولكن يطلع الايس كريم نفس الموية كذا يعني يجيك خفيف مرة هذا المكثف هذا ضروري فهذا اللي رافع من قيمة الماكينة ومعطيه شوي يعني جودة أجود من غيره حتى الآيس كريم اللي هي تطلعه ممتاز حيل طيب يا شباب احنا الحين خلصنا من سالفة المكثف اللي قبل شوي هذا فكوا لنا في عندهم طريقة ثانية ولكن يطلع الآيس كريم أقل جودة اللي قلت لكم أقل جودة من الآيس كريم اللي نشوفه آيس كريم ماك وهرفي يكون شوي ثقيل الايس كريم مش سايل فدائما يستخدمون المكثف هذا ممكن تاخذ الماكينه زي كذا فاضيه من داخل ما فيها اي شيء تنظفه وتشتغل معك زي اللوز بس زي ايس كريم السيارات اللي يجيك خفيف بشرط ان الايس كريم ما يرتفع على هذه عشان ما تحتاج انك تنظف هذه كل فتره او تطلع مع الوقت تطلع روائح المنطقه هذه فلا ترفع الايس كريم فوق المعدل هذا معدل هذه اللي هو حق المكثف وتصير كذا خلاص تصير عندك هذه ماكينة وشغالة زي اللوز وما فيها مكثف فأنت تقدر تستخدمه مع المكثف شرط فتقدر تستخدم الماكينة مع المكثف وتصير كل فترة تنظفه أو تاخذه زي كذا بدون أي مكثف وشغالة معك زي اللوز ولا تحتاج تنظيف ولا شيء تنظيف اوتوماتيكي وحط مويه حاره وسلام ففي طريقتين عندكم للماكينه هذه كم للماكينه هذه طيب الحين فهمتوا يا شباب الماكينه يجي معه نظامين تشغيل النظام هذا اللي هو بس العصا كل 7 ايام تحطه بس اللي هو نفس الشحم هذا شحم حق المكاينة الغذائية زين فكل ماكينة يجي معها النظامين النظام هذا اللي هو زي العصا والنظام هذا اللي هو المكثف هنا النظام هذا يجي معه تشوفون الفتحة الصغيرة هذه open please open open زين يجي معه أكثر من فتحة هذه هذه تجي فتحة كبيرة إذا كان تستخدم البودرة وفي اللي هو السائل الحليب تاخذ تركب على الفتحة الثانية اللي هي الوصل هذه وفيه إذا كنت تستخدم سائل حليب حيل خفيف تستخدم الصغيرة هذه وبس وتركبه هنا وكذا الماكينة شغالة معك زي الحلاوة عرفتوا يا شباب الفرق أنا بطول بالشرح شوي عشان مرة ثانية ما نشرح إن شاء الله يكون الفيديو كافي العصا هذا توجهونه أنتم على حجم اللي هو الفتحة الصغيرة ولا المتوسطة ولا الكبيرة زي ما قلت لكم ووقت تعبية الايس كريم تقفلونه زي كذا تشوفون الفتحة مقفلة تقفلونه وتعبون ايس كريم وسلامتكم وبعلي صح في شغل بعد ما تنظف الماكينة وتعبيها وتخلص تضغط على الزر هذا طبعا البرنامج الحين باللغة الصينية علشان هم قاعدين يعلموني على طريقته وانا اشرح لكم تضغط الزر هذا وبعدها الزر هذا يشتغل المكثف تشتغل الماكينة
بعده تفتح الماكينه لان انت تكون مقفله علشان قاعد تعبي ايس كريم ما ينزل. مقفل اللي هو هذه اللي عصاره الايس كريم. وبعد طبعا وقت التنظيف انا نسيت اشرح لكم طريقه التنظيف هذه، شرحت لكم المره الماضيه اللي تفتح المسامير هذه. اوبن اوبن بليز. احسبوا معي كم دقيقه من بدينا التنظيف، طبعا هذا مع الشرح يعني مو تنظيف فعلي. كم صارنا دقيقه؟ يمكن الى الان 7-8 دقائق. بعده طلع هذا تنظفه وتطلع هذه. شوف انا قاعد اشتغل الحين على شرحي المره الماضيه مزبوط. بعدين شفتوا لي داخل هذا تسحبه بعد معه وتنظف هذا كل 7 ايام. تشحم اللي هي القطعه هذه اللي هي الصغيره اللي داخل، تشحمه مع الربل. ترجع تركبه. اوكي. اي خلاص لا خلاص. هذا جاي من طبلونه هذي. اوكي. جود. فهمتوا صح؟ بالاشارة فهمتوا. شغلنا كله شغل بالاشارة نسولف معاهم احيانا. خلصنا من هذه وبعدها تركب اللي هي القطعة الأخيرة. كذا خلصنا من كذا، خلصنا من تنظيف الأسبوعي. هذه بعد صح، هذه تشحمة اللي هي اللي يعصر الايس كريم، هذا اللي يضغط على البيب عشان ينزل ايس كريم. 20 مرة يشحمه ويوريني يشرح لي قبل شوي، تشوفون واضح شكله كذا تلمع. اوكي. اي حط الفتحتين على بعض. والله شغلي انا ياه بالاشارة من اليوم. ثانكيو. من سالفة الصيانة يا شباب. الماكينة له نظامين بس نراجع المعلومات مع بعض، اللي هو النظام العادي هذا. والنظام ابو مكثف اللي يجي معه مكثف، والخيار لك تبي تركب المكثف او تبي تركب هذا. كل ماكينة يجي معها النظامين. اذا ركبت المكثف تعبيها الى 12 لتر. انا قبل شوي الظاهر قلت ملي جرام، معليش بالغلط. 12 لتر تعبي الماكينة. اذا بتركب النظام هذا تعبيها 9 لتر الين هنا مزبوط، ما يكون مرتفع فوق هذا. وبس طبعا النظامين سواء السهل هذا او اللي هو مع المكثف ضروري انك تنظف اللي هو يسمونه هذه اللي تعصر الايس كريم. طيب في شغلة هي سهلة بس للاحتياط ابشرح لكم، اللي هي طريقة تعبية المذاقات اللي فوق اللي هو اللوتس والبستاشو والاوريو اللي تحطها انت. سهلة هي حيل سهلة، بس ممكن في ناس يحتاجون انهم يعرفون كيف الطريقة. بس تفك هذه وتعبيهن وترجع بمكانه، تعبيتها سهلة. بعد ما تخلصون من شو اسمه تشيكون على طبعا الماكينة كاملة مزبوط، هم يجربون على يد الله يقطع بليسهم. اوكي ما تقفل على اليدين. بعد ما تخلص الماكينة تحط السهماد على تحت علشان تنزل عصارة الايس كريم على تحت تبدأ بالشغل. وايضا حق المذاقات هذا لازم يكون مرتفع فوق بالزر هذا كذا، نزل تحت هو. ولو ضغطناه مرة ثانية ادفع فوق، لازم يكون مرتفع فوق ينزل تحت. اذا كان بيحط المذاق او يحط لوتس يرشه على ايس كريم هو دايركت اللي ينزل تحت. طبعا النظام هذا باللغة الصينية زي ما قلت لكم، بعد شوي راح نغيره للغة العربية يكون شرحه أسهل، بس الحين قاعدين هم يشرحوه لي واحدة واحدة وأنا على طول أشرحه. طيب يا شباب الحين قلبنا النظام إلى اللغة العربية مزبوط. هنا تجي الشاشة الرئيسية، هذا يجي فيديو عرض دعاية أو أي شيء فيه هنا سبيكر، هنا تركبون الفيديو. فيها نظامين، في
في نظام اذا كنت بتركب فيديو بالماكينه تحطه زي كذا يكون الفيديو هنا فيديو العرض. في النظام الثاني يلغي عليكم الفيديو، يعني تصير بس الشاشه بدون فيديو نفس اللي صورتها اول مره هنا. اي رايت رايت باسبور. طيب الحين هنا اعدادات الآلة، هنا تختارون نظام اللي هو تحتاجون فيديو اللي هو 931، هذا فيديو بدون فيديو اللي هو هذا وينه where is this one right آه. وينه اوكي هذا هذا بدون فيديو، بعدين تسيفونه هنا كذا الغى الفيديو اللي كان هنا، تصير بس شاشة بدون فيديو. رايت ذا باسورد بليز، كل مكينة لها باسورد مختلف. نرجع السيستم مرة ثانية، هذه إعدادات الآلة، هذه أخلو آخر شيء، خلنا نشيك على هذه نفس ما قلت. طيب الحين البرنامج صار باللغة العربية، أول ما يشتغل تفتح البرنامج تضغط على هذه 1 2، بعدين تحدد كمية آيس كريم تجربه مظبوط، تضغط على 180 يس وان تايم اوكي، نضغط عليه تعبي اول تعبية بكوب خارجي، يعني مو على طول اول تعبية ياخذه الزبون، اول تعبية انت تاخذه ترميه زبالة، اول تعبية انت تكون توك منظف الماكينة، وكذا تكون الماكينة عندك جاهزة تختفي العبارة هذه من الماكينة، يعني الماكينة تكون جاهزة. فيه رقمين سرية لكل ماكينة، فيه رقم سري وحساب للعامل اللي ينظف الماكينة، وفي رقم سري ثاني وحساب لمالك الماكينة عشان يعدل بالماكينة على كيفه، فيه اللي هو الادمن هذا الادمن اللي ينظف الماكينة، في الحساب الثاني اللي قبل شوي دخلته هنا هذا المالك الماكينة عشان يحدد الكميات اللي هو يحتاجها. هنا سجل المبيعات زي ما هو واضح عندكم، كم باع وكم الكاش الموجود وكل شيء. إعدادات المبيعات هذه أهم شيء، هنا تحدد قيمة الكوب الواحد كم تبيه، نمسح الرقم اللي موجود هنا هذا اللي كان موجود هنا، نقول الكوب الواحد نبيه ب شوف سوري النبي الكوب الواحد نقول هنا ب6، يعني لازم نحط 12 نقول هنا. السعر اللي هنا تحطه هذا اللي هو مضاعفات النص ريال، هنا السعر الأساسي العملة الأساسية عندك انت تبدأ من نص ريال، حطيت 12 نص يطلع قيمة الكوب 6 ريال. هنا تحدد قيمة الكوب، تبي قيمة الكوب 4 ريال، مظبوط باربع ريال دليت بليز اي اوكي 8 اوكي حف طلع الكوب قيمته باربع ريال. هنا المذاقات اللي تحط هنا 3، تحدد قيمة كل مذاق، هنا عندك المذاق الواحد بريال، تقدر تحط هنا 4 انصاص يطلع قيمة المذاق بريالين، اوريو بستاشيو نفس ما شرحت اول. هنا النكهات والاعداد، يعني كل هذه نظام محاسبة كامل، بس هنا هذا اهم شيء انت تحدد كمية، هنا تحدد مقدار الايس كريم، تشوف هنا مكتوب الحجم ايس كريم، تحدد مقدار الايس كريم اللي تبيه. النكهة ما عندك الا نكهة واحدة، يعني ما في شيء، هذه نفسها هذه للمذاقات وهذه للايس كريم الاساسي، سيستم حيل سهل ما فيه اي شيء صعب. بعد هنا اعدادات الآلة، تعديل كلمة المرور، الشغلات كلها اعدادات عادية يعني ما فيها شيء، هي خلها الكترونية، حالة الكترونية احسن، وقفل عليها السيستم، واذا بغيت تفاصيل اكثر يجي معه كتالوج الماكينة، كل ماكينة يجي معه كتالوج. المكاين كلها تجي بالتصميم هذا، استيكرات ملزقة في حالة رغبة الزبون او اللي يشتري الماكينة يغير صورة العرض او الاستيكرات الموجودة هنا يحولهن الى لغة عربية ما عنده اي مشكلة، الماكينة تجي بالاستيكرات هذه. هذا هنا نظام الاي تي ال معروف،
حق استقبال الكاش، هنا الاي سي تي حق استقبال العملة المعدنية، هنا الصرف راح ينزل، هنا الصرف، وهنا حاطين استيكر على الماكينة شرح طريقة شراء الكوب. الشباب اللي ياخذونه ممكن يغيرون للغة العربية يضيفون عليه استيكر ثاني. بخصوص الملاعق، الأنظمة الأولى اللي صورتهن كلها تاخذ الكوب ويكون فيه لازق فيها الملعقة من تحت. المكاين هذه الجديدة اللي سويناهن خليناهم يفتحون لنا فتحة حقت الملاعق الصغيرة تطلع من هنا. هذا حجم الملاعق، أتوقع أنه متوفر عندنا بالأسواق، مو شرط أنه نفس الشكل نفس الحجم الماكينة تاخذ. بخصوص حجم الأكواب يا شباب، ممكن تركب أي كوب أي حجم، شرط أنه يكون نفس حجم هذه اللي هو فتحة دائرة هذه اللي تمسك الأكواب، تشوفون الربل هذا اللي يمسك الأكواب، شرط أنه تكون نفس حجم الفتحة هذه، أي حجم تركبه، لأنك أنت راح تحدد مقدار الإسكريم اللي ينزل بالكوب. هذا من داخل نظام العملة المعدنية، هذا الصرف، هذا مخزن الصرف يأخذ إلى 400 عملة معدنية. ما في شيء، يعني كب العملات كب عادي، يعني ما يحتاج لا ترتيب ولا شيء. وهذا اللي هو الكاش الورق، تفكه انت من السنة هذه الحمراء، ترفع هذا فوق بس كذا. ان شاء الله خلصنا من ماكينة الايس كريم، وهذه ماكينة ثانية الى الان ما خلصوا منها. فكرته حلوة بس الآن لم يتم إطلاق صراحة للسوق. ماكينة ميلك شيك، فكرة جديدة وشغالين عليها الشباب، وإلى الآن ما حطوا لا سعر ولا يعني نزلوا للسوق.